سلام على كل واحد راهو يتفرج فيا، ونقولكم مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا هنيين وتكونوا مرتاحين يا رب العالمين. حبيت نبداكم بهذه الحاجه حلوه، ان شاء الله ديما ايامكم حلوه. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تشوفوا معايا روتيني وكيفاه راني نتعامل، يعني كيفاه راني عايشه مع الحجر الصحي. انا هنا راني في الحجر الصحي عندي تقريب شهر، بصح حابين نعطيكم بعض نصايح باش ما تقلقوش. احكموا دياركم، هذه فايده ليكم وفايده لكامل الناس العزاز عليكم وفايده لبلادكم. ان شاء الله يا ربي يهز علينا ربي هذا البلاء. بديتكم بالحاجه الحلوه، الروتين تاعي راهو عادي خلاص. حطوا روحكم كي شغل راكم فاكونس، كي شغل راهي بيريود تاع راحه ليكم ولولادكم ولا رجالتكم ولا مام المراه اللي تعود تخدم تاعنا. بروفيتي قولي مع وليداتك، سيي وتعقبوا الوقت مع بعضاكم اكثر. كيما راكم كيما على بالكم الوقت اللي وصلنا له، كل واحد حاكم طابلات، كل واحد حاكم تليفون، كل واحد حاكم تلفزيون. تلموا كل ديروا حاجه حلوه في السهريه، توانسوا وحكيوا ولعبوا مع ولادكم، اشبعوا جه بعضاكم، حطوها كانها فتره راحه كانكم في فاكونس. واحكموا دياركم خير لكم، يعني هذا الفيروس ما معاهش اللعب، الخطوره تاعو هي في سرعه الانتشار تاعو. روتيني عادي خلاص، هدايا اليوم بدا بحليب الله الله، درت له هذيك الرغوه الكابوتشينو بالكروكون بيان سور، مع الحليب درت كعبه كيوي، خاطر كيما على بالكم الكيوي فيه بزاف الفيتامين سي. سما تقدروا اللي ما عندوش ياكل تشينا، ياكل مندارينا، ياكل يعصر القارص، هادوما كل يساعدوا على انه السيستم ايمونيتير تاعنا تكون عنده مناعه قويه، باش حتى يكون تمرض ولا لا قدر الله جاسكم الفيروس يقدر الجسم تاعكم يقاوم. بعد ما فطرنا وكملنا بيان سور لازمكم تهويو الدار، لازم تحلوا تواقي كل وتخليوا الهواء تاع الدار يتبدل والكورون دار يضرب بارتو، وتحطوا الفراشات تاعكم وكل تضربهم الهواء باه يتنفس. هاد الحاجة على بالي راكم تديروها يومي، بصح ماذا بيكم تعود تخليو الفراش أكثر مدة يعني في الطاقة باه يتهوى مليح. بعد ما تهويت الدار وفرزنا بيان سور راهم كل مشاركين في الفرزان تاع الدار، من راجلي للبنات خدموهم هاي فرصة. وحبينا نديرو جو معمر باللي فيتامين، وفيه فيتامين سي ويعاوننا لنا هذا المناعة مليح، فيه ربع كعبات تاع تفاح وزوز كعبات تاع كيوي، وهذوك راهو جو تاع القارص. انا نعصر القارص نورمال ونحطه في الكونجيلاتور، حطيت له وحده سكر فاني وثلاث مغارف تاع السكر، وكيما تحبوا السكر تحبوا تحطوا ثلاثه ولا ربعه حسب ما تفضلوا الحلاوه، وحطيت زوز كيسان تاع ماء، نخليه الكل يتخلط مع بعضه. ومن بعد ذوقوا بيان سور، لكن لقيتو خاطر زيدوا له شويه ماء، ولا لقيتو حامض زيدوا له شويه سكر. انا زدت له شويه تاع جو تاع سيترون وزدت له شويه تاع سكر، وهاو كيفاه يجي القوام تاعو، صدقوني بنين ومعمر باللي فيتامين. لا تحبوا في بلاصه السكر ديروا العسل الحر، ديروا العسل الحر. هذا الجو تاعنا راه واجد. والغداء درت شوربه بلسان العصفور ساهله خلاص، ودرت معاها البوراك بيان سور بالمعاونه تاع الزوج الكريم، عاوني هو وبنتي الصغيره تاعنا، وحدي وجد الطابله وحدي يعاون. صدقوني كي تحطوا كيما هكا كانكم فاكونس وقاعدين تعقبوا اكبر وقت يعني ممكن مع العفامي تاعكم، ما كمش راحين تحسوا بهذيك القلقه وهذاك ستريس تاع القعاد في الدار. وبعدو انا حاجه ننصحكم بها، بعدو ما تبقاوش تسمعوا غير في الاخبار ولا النيوز وهذوما الميديا، غير ايفيتيهم ساعه تمشي طول، خاطر راهم يوسوسوا العبد ويزيدوا عليه. بعد ما تغطينا والحمد لله راجلي راح قضاء خضره عادي، احنا نقضيو خضره عاديه. سما واش معناتها خضره عاديه؟ سما مش نقضيو في القضيه تاع شهر، اللي مر في يقضي بشهر يقضي، حنا نقضيو كل سمعنا. حطيت كلش كيما راكم تشوفوا في الماء، وحطيت له الخل دركا، حطيته خليته يقعد شويه لو طون،
لنفرز القضية. القضية كما راكم تشوفوا ما نشريش حاجة كبيرة بزاف، خاطر نقدر نخرج ونقضي ونغمال. الخرجة في الطليان غير للضرورة، في القضية ولا بعيد شر واحد كي يعود مريض، المهم للضرورة. درك أنا وش ندير؟ نخلي الخضرة تاعي وكلش اللي حطيته في الماء والخل، وتقدروا ديروا حتى بخل التفاح هذا وخل التفاح. وانا درت بالخل الابيض هذا، نبل كتانة تاعي كيما هكا ونمسح اي حاجة تدخل من برا نمسحها بالخل. الخل ما كانش معقم كيفو، انا نحمل الريحة تاعو نديرو كيما راه. كاين اللي يديروا خلطات، انا ما ندير حتى خلطة وما ننصحكم بحتى خلطة، يعني انا نخدم غير بالخل، نمسح كلش اي حاجة نقضيوها نمسحها بالخل. الخل راهو معقم طبيعي كيما راكم تشوفوا. ومن بعديك كي نكمل نمسحهم نخليهم يقعدوا شويه حتى تنقص شويه ريحه الخل، كيما على بالكم الريحه تاعو راهي قاويه. ومن بعد نخبي كلش، الخضره هذيك نغسلها والقضيه نخبيها. في العشيه الزوج الكريم عمل لنا هذا الجو تاع تشينا كيما قلت لكم، فيتامين سي. صباح درنا الكيوي والتفاح، والعشيه كانت عندنا تشينا، درنا جو تاع تشينا. في الوقت هذا اللي راجلي راهو يدير في الجو، انايا كنت مع بنتي، خاطر بنتي حتى حبسوا لهم القرايه، راهم يقراو سما يقراو اونلاين، يتلاقاو مع لي مايستري تاعهم، مع المعلمين سما تاعهم يقريوهم. Perché si è guardata musicalità al vento, perché si è vestito, perché mi ricordo di un mattino, di un vento, era un... ودركا جا وقت العشاء، حنت لكم واحد لغوسات سهله وخفيفه ظريفه، تقدروا حتى توجدوها لقعدنا حيين. رمضان ان شاء الله يدخل لنا بالصحه ولهنا. هما لي زيسكالوب دو داند، حنديرهم بواحد لاصوص بالخضره وبواحد لاكريم بنينه، ان شاء الله تعجبكم. زوز مغارف تاع زيت زيتونه ولا زيت نورمال، ربيت لهم زوج سنات تاع الثوم، نخليو شويه برك الثوم كي يبدا يغلي نحطو لي زيسكالوب دو داند تاعنا حنا، الكميه اللي عندكم بيان سور، مش محتم ديروا قد تاعي انا، سما حسب عدد الافراد نتاع العائله تاعكم. ومن بعد واش نديرو؟ نديرو لهم شويه ملح وشويه تاع فلفل الكحل، ونخليهم حتى يحمروا مليح. بعد ما طابوا لي زيسكالوب دركا نحيهم، وفي المقله هذيك بعد زدت لها شويه برك تاع زيت، وحكمت كعبه تجريوات تكون شويه كبيره، قصيتها كيما هكا كيما راكم تشوفوا، قصوها بالطول باش تطيب ليه ليه، كيما تعرفوا جريوات راه تطيب ليه ليه. درت لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل حتى تحمر كيما راكم تشوفوا فيها هنا، هاي بعد ما حمرت نزيدوا لها كميه تاع السلق، كميه تاع السلق كيما تحبوا نتوما، انا تاعي كان في الكونجيلاتور دوك نخليه حتى يطيب. وبيان سور زيدوا الدوق وتنا على الملح، لكن لقيتوه مالح لكن لقيتوها مسوسه زيدوا لها شويه تاع ملح، انا زدت لها شويه تاع ملح. هنا صبيت كميه تاع 200 مليليتر تاع الكريمه السائله، نخليوها تزيد تبقبق شويه، تزيد تغلي شويه. ودركا نخليوها تزيد تغلي شويه كيما قلت لكم، ونزيدوا لها كميه تاع الفرماج. الفرماج هنا النوعيه اللي تحبوها والكميه اللي تحبوها، وتقدروا تستغنوا عليها. بعد ما طيب ويزيد يدوب شويه هذا الفرماج دركا سي بون، هكا راهي واجده، نطفيو عليها ونهزوا الخضره هذه كيما راهي نحطوها فوق لي زيسكالوب دو داند، وسي بون لا غوسيت تاعنا راهي واجده، حاجه بنينه ومفيده وصحيه. لكن تحبوا ما ديروش لا كريم ليكيد، الناس اللي راهم ريجيم ولا ما يحبوهاش تقدروا تستغناو عليها، تحطوا غير الفرماج. بس صدقوني كي تحطوا الكريمه سائله راح تكون لا غوسيت تاعكم بنينه خير. وكثروا بزاف من الخضره كيما السلق، راهو مليح بزاف السلق، اي حاجه فيها الخضوره الجريوات، كثروا من الحوت من اللحم من الدجاج لي فروي تاعنا، اي حاجه تاعنا معمره باللي فيتامين سي، استغلوا الفرصه وكلوها بيان سور. وان شاء الله ربي يحميكم ويبعد عليكم هذا البلاء.
ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، ان شاء الله يكون الوصفات عجبوكم، وان شاء الله يكونوا النصائح اللي مديتهم لكم فادوكم ولو بشي القليل. اغسلوا يديكم اغسلوا يديكم اغسلوا يديكم، خاطر اليدين هما اللي يجيبونا المرض. وتهلاو في روحكم وقعدوا في دياركم مدة 15 يوم ولا حتى شهر، نصبروها في الدار خير ما نخرجوا ونوليو في حاجة خلاف ونمرضوا لا قدر الله. أنا نقول لكم ما تنسونيش بدعاوى الخير، نخليكم مع أطلاين كيفاه تصرفوا مع الوضعية هذه، هم تصرفوا بها تصرفوا معها بالغنى، وإحنا نهزوا يدينا لربي نكتروا مصالات ونقربوا ربي، رانا بعدنا عليه بزاف. أقرأوا قرآن، كتروا من الاستغفار، وبإذن الله ما يبقالوش بزاف من يقرب رمضان يكون هذا الفيروس راح. أنا نقول لكم قوة الأخير، تشاو تشاو. ¿Qué la pared? ¿Qué la pared? ¿Qué la pared? ¿Qué la pared?